يحبني كانوا معناه كان انا ما نحبش في حياتي حتى حدا فرينا معناه الحب نتاعي انا كهو منحب عنده صفه وسمه الرجوله نحبه اصور حرجه في الاكحل الله الله لا لا نحب يحبني على الاخر ويتلهى بيا عسلام عسلام مرحبا بيك عايشك اسكو انت من طموحاتك اليوم انك تاخذ سياره ولا لا بابي بابي شنو هو السياره نحب ناخذ بيام بيام اي شو خليك تقول بيام ها علاش بيام انا نحب الماركه هذيك انا نحب الماركه هذيك وقتاش من هنا لوقتاش تكسب كهربا كيما هكايا والله ما نعرف هكاك هكاك قداش افو بخي عام عام جمل مالك اي قدا وصلت ما نجمش نقول لك قداش لا لا ما نقولش حاله معك اوي هي بيه هاي لو كان يخيروك اليوم بين راجل عنده كهربا وراجل ما عندوش كهربا شو تختار وانا نحبه ولا ما نحبوش ساعه تحب وزوز عندهم كهربا وزوز نحبهم لا 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 الزوز هكا معجبه بهم واحد عنده كهربا والاخر ما عندوش والله انتي وسا دي بونتي وشكون اللي عنده الكهربا بالطبيعه اي اللي عنده الكهربا علاش الكهربا اليوم مصدر اغراء مش مصدر اغراء علامه اغراء هي ليه ماهيش علامه اغراء اما اي عبد معناه يحب يكسب كهربا في حياته برشا يقول لك كونه معناتها البنات تغريهم الكهرباء ليه ما تغرينيش احنا لو تو كنا نفاتلكم ما باش نحكي معاك سيغي ما تغرينيش الكهرباء اما اي عبد معناه يحب يعمل كهرباء في حياته ويحب يعمل دار انت ما تحبش تعمل دار وكهرباء اكيد بالطبيعه تحب تعمل هكاك صحي اما انت والوضع زاد هكا شو رايك في الوضع العام انت اليوم كفتاة تونسية هكا تشوف انت معناها وهكا عايشه معناها فيها وتشوف تشوفي شبابنا كيفاش قاعد ماشي تشوفي احنا كيفاش ما مانيش ربحين منها حتى شيء كان مانيش ربحين منها شيء حكايتنا حكايه فارغه لهنا انا واحده من الناس ما عادش نحب نقعد فيها كرهتها الله غير علاش قلت لي هكا كرهتها انت شنو مستواك الدراسي شنو دوزيام اني دوزيام اني شنو عملت فورماسيون استيتيك وكوا استيتيك وما شفتش كيفاش تخدم مع سنتر بتاع منعشان دو كوافير ولا حاجة مازلت نقرأ انا طاو مازلت ما خذيتوش الدبلوم في جويلية ناخذ هكا دونك شنو اللي يخليك تقولي ملم ايسا شنو اللي يخليك تقولي مأيسة الوضع ذي هكا تشوف يا اخي مش كان انا بركة مأيسة عايسة العبيد الكل تلقاهم مأيسين او هو اذا اول واحد مأيسيش اقولها راني مأيس حسب رايك انت انت اليوم مستحقه دعم مادي ام دعم نفسي نفسي مادي لا لا لبس علي لا مانيش لبس عليا عاي لبسيت معناها نورمال نتصرفوا مانيش لبس عليا عادي مستوى عادي معناها علاش قلت لي مستحقه دعم نفسي مانيش مرتاحه نفسانيا فيها لهنا الحق تاع ربي ما عندك ضغط من والديك ولا تحس الوضع العام هو اللي قاعد ياثر عليك صحيتك هكا بالضبط هكاك هو مؤثر عليا شويه كهو اما والدي جديد بس شكون معناه باش يضغط عليا والدي ما يضغطوش عليا سيحبوني برشا باهي انت مستحقه الدعم العاطفي والا الدعم النفسي حقيقه العاطفي اي العاطفي علاش قلت لي العاطفي فماش مسيو توا لا توا ما فهميش مسيو ما نجمش تكلم تحب تكلم دعم عاطفي بس ايوه اي طفله تحب تحب دعم شنو يضيف لك اليوم شريك حياتك في حياتك اليوم نحكي كان معناها كان عندي شريك حياه في حياتي ما نحبه يحبني كهو تحبه يحب اي يضحي على حبي يعمل يعمل كل شيء معناها كان انا ما نحبش في حياته حتى حدا فرينا معناها الحب نتاعي انا كهو هكا ما لقيتش الى حد الان عبد يحب لا مازال ما فهمش اللي قبل اللي قبل كيفاش عشت معاه شنو هو كانت تجربتك معاه والله تيش نتاع صغر كيما تعرف انا مازلنا صغار معناها فهمتني ما صارتش حكايه معناها سيغي على الاخر معناها بخصوص الخطبه وعرس وكان حكايه هذيك لا هكا شنو مواصفات اليوم فتاة احلامك ما عنديش وصفات منحب عنده صفه وسمه الرجوله نحبه اصور حرجه في الاكحل الله الله لا لا هكا ونحبه يخدم بالطبيعه باش ينجم يقيم بيا وبالدار ونحبه يحبني على الاخر ويتلهى بيا هكا ان شاء الله تلقى عبد يحبك ويتلهى بيك عايشك يعطيك الصحه ومرحبا بيك